مكان صعد الإكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. كان في مرة ولد اسمه أحمد، كان صاحب كان بيفتح يجي يقول لماما أنا عايزة أروح الحمام، فيجي يفتح كل الحنفيات، فقررت فمامته قالت له يلا يا أحمد اقفل كل الحنفيات. فراح أحمد جاري وسايبها، فقررت أن تعمل إيه يا مامي؟ قررت تعمل تروح المدرسة مع أحمد. فجت تروح المدرسة قالت للفراو هو بيفتح كل الحنفيات، فقالت له كده غلط جدا خطر. فراحت قالت له طيب أنا أشوف إزاي بيعمل كده الفراو، ماشي. ف اللي حصل فرح راح عايز يقول للفراو هتروح الحمام هتروح الحمام، قالت له اتفضل. فراحت الفراو رايحة معاه وشايفاه، ولاقيه قاعد يفتح الحنفيات كلها وقاعد يرش على اصحابه وعلى نفسه. وبعديها طلع وقال للفراو انا محتاج اعمل وسايط، انا محتاج اعمل طلع ومحتاج حاجات كتير. قالت له طبعا متأسفة ما مش عايزاك. طب ليه؟ اصل انا محتاجة حاجة ضروري. فراحت قايله له اصل في حد كده فتح كل الحنفيات وخلصت. فقالت له طب انا محتاجه كل الحفلات وما فيش ميه شرب ولا اي حاجه، ومحتاجه اشرب وكده. فبعدين راح قالت له طيب انا هروح اقول اسال النبي. قالت له خلاص 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 اقول لك الحقيقه. قال لها انا اللي كنت بفتح كل الميات. فقالت له طب كده قطر. قالت له طب انا اسفه. خلصت الحدوتة حلوة ولا منتوتة؟ حلوة قوي. تعالوا يلا.